Salut tout le monde, soyez les bienvenus sur ma chaîne LM Rêve. Voici une nouvelle vidéo, une triste nouvelle au champ sportif. Le décès Luis Suarez, أحد أكبر عساطرة كرة القدم الإسبانية والكرة القدم العالمية وأول لاعب إسباني والوحيد اللي فاز بالكرة الذهبية في عام 1960. نادي الريال مدريد يقدم تعازيه ومودته لأسرته وزملائه ومحبيه وجميع أنديته، حيث أن لاعب لويس سواريز في ديبورتيفو لا كورونيا، برشلونة، إنتر ميلان وفي سان بيدوريا. مع نادي برشلونة الإسباني فاز بلقب دوري مرتين وكأس معارض مرتين وكأس إسبانيا مرتين، مع إنتر ميلان فاز بكأس أوروبا مرتين وكأس إنتركونتيننتال مرتين والدوري ثلاث مرات. كذلك لعب 32 مباراة مع المنتخب الإسباني وفاز بكأس أوروبا عام 1964. إذا نتقدم بتعازي الحارة لإسبانيا والمنتخب الإسباني وجميع محبين لويس سواريز.